هديه جميله. وكنتمنى ان بزاف ديال المغنيين وديال لي ستار ديالنا المغاربه يتبعوا هذا الطريق، لان وميم طون كنحكيو قصه فيها فيكسيون، فيها ايموسيون، فيها سونساسيون، وميم طون كنسمعوها بالموسيقى، كنسمعوا الحكايه ديالها بالموسيقى. اي سا سرا ان تروك جينيال ان شاء الله اللي كيف غيوسير. حتى انا كنبغيها بزاف. بنقول لها تهلا يفداي وجاي معايا، حيت عندنا جوج وليدات، انا عندي ثلاثه غو عتيقه ولينا وشعيب، عندنا ثلاث الاولاد، خصنا نجاوبوا الكاروسه ونتعاونوا باش نجاوبوا الكاروسه. اللي كيشوف رفيق في التلفزيون كيسحب لي رفيق حتى في الدار هكاك، ولكن بالعكس رفيق ظريف، يعني داكشي اللي في الافلام غير داكشي اللي في الدار. رفيق قلبه ابيض زوين حنين، كل شيء فيه مزيان. نعرفوا على رفيق انه جريء في التصريحات ديالو، عنده هضره نيشان نيشان، كتعجبني الصراحه ديالو، وتقريبا حتى الناس كاملين كتعجبهم الصراحه ديالو. قسم 8 هو احسن دور كيعجبني قام به رفيق. انا بالي بحال باغي يعطيوني هاد الوجه ديال الحاتم. المدام بحال زاباوني فصواتي. طلعت عليك صافي. انا وحاتم عمور فريمون اللي خلاه وحدين حاضرين اللي غلط في شي كلمه اللي غلط فيها. تفرجوا على الكلمات الكوزا تاعك. شوف انا كندير دوك لي كومونتير خايبين. شوف هذا احسنها. اللي كيجمعني مع حاتم عمور لو سبيسيال، لو سبيسيال هو اننا تزادينا في حي واحد اللي هو الحي المحمدي. وتحية لحي المحمدي. كان هذه هذا التروفي الجميل. ميرسي اختي تازي هند. كان هذه لكاع الممثلين المغاربه. علاش؟ لان ما يمكنش تحس بواحد الراحه وواحد العمق في الكليبات، وانا غنكلمها كليبات بيني وبينك. والله العظيم بزاف ديال العمق، بزاف ديال العمق وبزاف ديال الفلوس وما كانت تبع. وما يفوتناش الفرصه، ما يفوتناش الفرصه. الله يجزاك خير. بغيت نهدي هذا التروفي لكاع الممثلين المغاربه كاملين، نوطامون اللي كاين معنا في هاد لاصال، ابتسام عوصي، بشرى هريج، فاتي جهاد، ليلى حديوي، كاع الممثلين والممثلات، شارة، يوسف الزاكور، كاع الممثلين. بلاتي بلاتي بلاتي، يوسف الزاكور مازال عنده التروفي ديالو. لا كنهدي للممثلين اللي في البلاصات هاد التروفي هذا. ميرسي بوكو. برافو بوكر. شكرا. نري.